إلى دهش. فلما رأينه، لأن اقترب، أكبرنه، فلما رأينه أكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله. لأن الدهش بهتة تأخذ العبد إذا ما فاجأه القلب، إذا ما فاجأ القلب بشيء يغلب عقله أو صبره. يجي نور كده في القلب يغلب عقله وصبره أو علمه، يبقى ده الدهش. بهتة تأخذ العبد إذا فاجأه ما يغلب عقله أو صبره أو علمه. هذا الدهش إذا ما ازداد تحول إلى هيمان. استدل الشيخ بقوله تعالى: وخر موسى صعقا. سيدنا موسى خر صعقا، لماذا؟ غلبه الكشف على قلب، يعني الكشف غلب على قلب الكليم، لأن هو لما سمع الحق فاشتاق إلى الرؤية، فلما تجلى له فخر صعقا، ده من شدة الهيمان فخر صعقا. فبسبب هذا الهيمان ودوام، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. الذوق يعني وصلنا بعد الهيمان إلى الذوق، الهيمان بعد كده البرق، البرق والبرق اللي هو إذا اشتدل الشيء بقول تعالى: إذ رأى نارا. لأن البرق عبارة عن إيه؟ مقدمات. البرق هو مقدمات الخير والغيث. أول ما يجي البرق الدنيا تمطر، فالبرق عبارة عن إيه؟ باكورة تلمع للعبد، تلمع للمريد، تلمع للسالك، فتدعوه إلى الدخول في هذا الطريق اللي هو طريق الخواص. خلاص يدخل في طريق الكشف، في طريق الولاية، وبعدين أخيرا الذوق. قال استدل بقوله تعالى: هذا ذكر، لأن الذوق شراب، الذوق أوائل الشراب، استطعم الشيء تذوقه. فإذا ما ذكر النعيم وما أعد للمتقين ذاق طعم ذلك، ذاق طعم الإيمان مع أنه غيب. ولذلك قالوا: الذكر مشارب تختلف بسبب هذا. لذلك قالوا